ملك ولا كتاب؟ أبسطها لك. السلام عليكم، أبسطها لك تعود إليكم. مفيش حد ينفع يقنعك إنه لعيب ملك وكتابة مثلا، ولا ينفع نقول على الحكم اللي بيحدف الكوين في أول الماتش عشان يشوف كل فريق هيلعب فين إنه مرتشي مثلا، وكان عارف من الأول إن النتيجة هتطلع ملك مش كتابة، لأن ببساطة الموضوع كله عبارة عن صدفة ومحدش يقدر يخمن النتيجة بتاعتها، أو إحنا اللي فاكرين كده. الحقيقة إن الموضوع مش كده بالظبط، يعني احنا في الحالات الفردية مش بنبقى متوقعين تماما النتيجة هتطلع ايه، لكن لو كررنا المحاولات دي بشكل جماعي هتدينا نظام متوقع في النهاية. يعني لو انت بتحذف الكوين مرة واحدة بس، انا معاك انك مش هتقدر تخمن النتيجة هتطلع ملك ولا كتابة، لكن لو افترضنا ان احنا حذفناها مليون مرة مش مرة واحدة بس، ها جس وات بالظبط كده، غالبا النتيجة هتكون نص مليون ملك ونص مليون كتابة تقريبا يعني. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، لو فرصة ان يطلع لك ملك قد فرصة انه يطلع لك كتابة في كل مرة، ليه مش بيطلع لنا مليون كتابة مثلا لما نحذف الكوين مليون مرة؟ الحقيقة ان الظاهرة اللي بنتكلم عليها دي اسمها الهوليستيك probability behavior، او السلوك الاحتمالي الجمعي. الظاهرة دي بتقول ان احنا لما يكون عندنا عدد كبير من المحاولات اللي هي سلوك جمعي يعني، بنقدر نتوقع النتيجة تقريبا، بمعنى ان الصدفة مش بتكسر التوقعات مع انها المفروض انها تقدر تكسرها. لكن السؤال برضو، ليه الصدفة مش بتكسر التوقعات بتاعتنا؟ او بصيغة تانية خلونا نقول، ليه احنا بنقدر نتوقع نتيجة السلوك الجمعي؟ ليه المحاولات الكتير بتبقى متوقعة مع ان المحاولات القليلة مش كده؟ الاجابة بقى في حاجة اسمها The Strong Law of Large Numbers، او القانون الفاعل للارقام الكبيرة. ايوه بس عدم اللامؤاخذة، يعني هو مين اللي حط القانون ده؟ الله يفتح عليك، وهو ده بقى مربط الفرس. ويليام دامسكي في كتابه No Free Lunch كان بيحاول يجاوب على السؤال ده ويشرح المشكلة. الراجل كان بيقول اننا لو بصينا على نص مكتوب بالانجليزي هنلاحظ ان الحروف والاماكن بتاعتها بتتكرر بمعدل معين. يعني مثلا هنلاقي ان حرف الاي بيمثل تقريبا 13% من اي نص مكتوب بالانجليزي، وده بيحصل بشكل متكرر. حرف اليو مثلا بيجي دايما بعد حرف الكيو، الا يعني في بعض الكلمات القليله جدا اللي هي اصلا دخيله على اللغه. طيب اذا كنت انت لما بتكتب نص بالانجليزي مش بتبقى قاصد انك تطلع نسبه حرف الاي 13%، والنسبه دي عشان تفضل تتكرر كده بشكل عشوائي ضعيفه جدا، ايه بقى تفسير ان النتيجه بتطلع كده؟ الاجابه في كلمه واحده بس اللي هي الذكاء. انت ذكائك محدود وعدى كل الحدود. لا 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 لا، انا ما اقصدش الذكاء ده، انا اقصد الذكاء اللي هو بمعنى وجود الوعي والادراك والمعلومات والقوانين اللي هي مش العشوائيه يعني. يعني مثلا تكرار الحروف او الاماكن بتاعتها بيحصل بنسب معينه، عشان في الاخر احنا لما بنيجي نكتب بنمشي على قواعد معينه في اللغه، والقواعد دي في النهايه عباره عن عمليه اختيار. يعني القاعده بتقول لك الجمله بتتكون ازاي، وترتيب الحروف والكلمات بتاعتها بيكون ازاي، وده معناه انك استبعدت عدد كبير جدا من الاحتمالات اللي كانت ممكن تتكتب بيها الجمله لو القواعد دي مش موجوده. فاللي بيظهر قدامنا انه صدفه هو في الحقيقه عمليه اختيار، نتيجه التفاعل اللي ما بين وعي او ذكاء الشخص اللي بيكتب والذكاء اللي موجود اصلا في القواعد بتاعه اللغه. الذكاء كمان هو السبب لو خرجنا عن التوقعات دي. يعني مثلا في روايه جاتسبي للكاتب فينسنت رايت، الروايه بتتكون من حوالي 50,000 كلمه، والروايه كلها ما فيهاش حرف اي واحد، واكيد ده برده ما حصلش بالصدفه، والكاتب قال فعلا انه كان قاصد ده في المقدمة بتاعت الرواية بتاعته. اللي عايز اقوله لك يعني انك ما تتعاملش مع الصدفة باعتبار ان هي ظاهرة عشوائية تماما موجودة جوه المادة، لكن لازم نفهمها في اطار ان هي نتيجة للذكاء. وعلى فكرة الناس اللي قدرت تفهم ده قدرت تبني عليه مشاريع وشركات تكسب فلوس، زي الشركات بتاعت التأمين مثلا. هو ايه اللي بيخليه متوقع انه هيكسب رغم انه بيأمن على حاجة هو مش ضامنها اصلا، زي التامين ضد الحوادث مثلا؟ الفكره كلها انه بيعتمد على الاحصائيات اللي بتوري له مثلا النسب بتاعه الاحتمالات بتاعه حوادث العربيات، والنسب دي بتكون ثابته بشكل تقريبي، عشان في النهايه الناس اللي بتسوق عربيات بتمشي على قواعد المرور وبيلتزموا بسرعات معينه، وما ينفعش يسوقوا وهم تحت تاثير الخمور مثلا، وكل دي عوامل بتساعد ان النسب بتاعه الحوادث يبقى ليها رينج معين، وكلها عوامل نتيجه ذكاء وقواعد مش نتيجه عشوائيه وخلاص. طب بقول لك ايه بقى، فكك بقى من شركات التامين والجو ده، من الاخر كده الحياه ممكن تكون ظهرت بالصدفه ولا لا؟ عشان في ناس بتقول كده وناس بتقول كده، وانا الصراحه اتخنقت، انت عارف يعني للصبر حدود. طب بص يا سيدي، خلينا متفقين الاول ان زي ما في للصبر حدود في برضه للصدفه حدود. دلوقتي لو واحد رمى زهر قدامك، ايه احتماليه انه يطلع رقم زوجي مثلا؟ هو الزهر مترقم من 1 ل 6، والارقام الزوجيه اللي ممكن تطلع 2 و4 و6
يبقى 3 احتمالات من 6 احتمالات. بالظبط كده، يبقى الاحتمال عندك هو 1 لـ2. جبناها منين بقى؟ قسمنا عدد احتمالات الارقام الزوجيه على عدد الاحتمالات كلها اللي ممكن تطلع، فادينا الرقم ده. طيب لو عايز اقول بقى ان في حاجه ممكن تحصل في الكون بالصدفة واحسب الاحتمالية بتاعتها تطلع كام، هعملها ازاي؟ اللي جاوب على السؤال ده عالم الرياضيات ويليام دامبسكي. قالك ايه بقى؟ قالك احنا عايزين نحسب كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل في الكون. طب نحسبها ازاي دي؟ قالك احنا هنشوف 3 حاجات: عمر الكون من ساعة ما ابتدى لحد النهاردة بالثواني، وعدد كل الجسيمات اللي في الكون الملحوظ اللي احنا شايفينه، واقصى عدد من التفاعلات اللي ممكن كل جسيم يعملها في الثانية الواحدة. ولما نضرب الثلاث ارقام دول في بعض هيديني اقصى عدد من الاحتمالات اللي ممكن تحصل من اي جسيم ومن اول ثانية في عمر الكون لحد النهاردة. طيب نحط الارقام دي بقى جنب بعض. عدد الثواني اللي عدت من ساعة بداية الكون لحد النهاردة هي 10^17 ثانية. نضربها في عدد الجسيمات اللي هو 10^86 تقريبا، في أقصى عدد من التفاعلات اللي ممكن تحصل في الثانية الواحدة اللي هو 10^44، لأن أصغر وحدة زمنية لها معنى هي البلانكس تايم، اللي هي بتساوي 5^10 × 10^44 ثانية. نضرب بقى 10^17 × 10^86 × 10^44 هيدينا 10^147، يعني بالتقريب كده 10^150. ده كده عدد كل الاحتمالات اللي موجودة في الأوبزيرفبل يونيفرس، زي كده الست احتمالات بتوع الزهر. طيب أقل احتمال ممكن يطلع في حالة الزهر هو كام؟ 1/6. فلو احنا قلنا إن الاحتمال بتاع رقم معين إنه يطلع لما أرمي الزهر مرة واحدة أقل من 1/6، ده معناه إن الاحتمال ده مش هيحصل أصلا. نفس القصة كده بالنسبة لاحتمالية إن حاجة تحصل بالصدفة في الكون، لو هي أقل من 1/10^150 ده معناها إن هي كمان لا يمكن تحصل. هيجي واحد يسألني ويقول لي طيب بالنسبة لاحتمالية بداية الحياة بقى ممكن نحسبها ازاي؟ هقول لك برافو عليك. فريد هويل حسب احتمالية ظهور خلية واحدة بس بشكل عشوائي، وقال ان ابسط خلية فيها حوالي 2000 انزيم متكون من البروتين، وبما ان البروتينات بتتكون من الامينو اسيدز او الاحماض الامينية اللي هي عددها 20 حمض، فبالتالي احتمالية تكون الخلية دي هي 1/10^40,000. لا 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 ثواني، انتوا فاكرين الرقم اللي قلنا لو عديناه يبقى الاحتمال ده لا يمكن يحصل كان كام؟ كان 1/10^150. احنا دلوقتي بنتكلم في 1/10^40,000، يعني مفيش وجه مقارنة بين الرقمين اصلا، وده بيقول ان الاحتمال بتاع نشأة الحياة بالصدفة من الاخر مستحيل، وده اللي خلى فريد هويل يقول ان الرقم ده كافي انه يدفي نظرية داروين بالكامل كده. عيني عينك. طب بقول لك ايه، انا عندي سؤال. بعترف ان تكوين الانزيمات والبروتينات حاجه معقده جدا، وعارف ان اول كل حاجه بيبقى محتاج تفسير، زي ظهور كده اول دي ان ايه واول حياه، مش يمكن الدي ان ايه مجرد نتيجه شويه تجاذب ما بين القواعد النيتروجينيه، زي الصوديوم ما بينجذب للكلورايد ويكونوا الصوديوم كلورايد؟ لا طبعا ده مستحيل، وخليني اقول لك ليه، بس مش في نفس المكان. احنا قلنا قبل كده ان الدي ان ايه بيتكون من 4 قواعد نيتروجينيه، الاي والجي والسي والتي. طيب لما بييجوا بقى يلزقوا مع بعض على شريط الدي ان ايه، مين فيهم بيمسك في مين؟ الحقيقه ان هما كاجوال جدا، يعني في ايه هنمسك فيها، طيب مفيش ايه وفي تي خلاص هنمسك فيها، مفيش ولا واحده فيهم تقول لك لا ما تمسكش ايدي. وده عكس طبعا حاجه زي الصوديوم كلورايد، مفيش في الدي ان ايه حاجه لازم تلزق في حاجه تانية، يعني مفيش ايه مثلا لازم يجي بعدها تي، ولا سي مثلا يجي بعدها جي، لا ممكن اي قاعده نيتروجينيه يجي بعدها اي واحده من الثلاثه التانيين. ده عامل زي ايه بقى؟ عامل زي السبوره اللي هي بالمغناطيس اللي بتلزق عليها الحروف، في تجاذب ما بين السبوره والحروف كلها زي ما احنا شايفين كده، لكن اي حرف والتاني مفيش ما بينهم وما بين بعض اي تجاذب، وده معناه انك انت ممكن تلزق اي حرف على السبوره من غير ما تكون اي معنى اصلا زي ما احنا شايفين كده، وممكن في نفس الوقت ترتبها وتكتب بيها جمله، لكن ده مش معناه ان الجمله دي اتكونت عشان الحروف دي لازم تيجي ورا بعض. فموضوع بقى ان الماده هي اللي رتبت نفسها وكونت الدي ان ايه، ده لا بيفسر ازاي الدي ان ايه ظهر وازاي في كميه المعلومات دي، لان المشكله مش في الترتيب بس، المشكله في الترتيب اللي بيكون فيه معلومات، والتصور ده مش بيقدر يجاوب المعلومات دي جت منين، ولا كمان بيقدر يفسر اصل الحياه جت منين. يعني انا لو عندي مثلا قواعد نيتروجينيه وبروتينات موجوده من غير ما يكون في خليه حيه، السؤال برضه هيفضل بيطرح نفسه، الحياه ابتدت ازاي؟ وده يمكن كان نفس التساؤل اللي كان في الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ، كما قال عبد الحليم حافظ: لا اعلم من اين اتيت ولكني جئت، ولا اعلم، مش فاكر بقيه الاغنيه الحقيقه. طيب بغض النظر بقى عن الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ، لان انا كمان مش فاكر بقيه الاغنيه الحقيقه، لكن واضح ان عبد الحليم مش هو الوحيد اللي كان بيدور على اجابه للسؤال ده، وزي ما شفنا ازاي العلماء حاولوا يدوروا على اجابه للسؤال ده باستخدام الرياضيات لحد ما وصلوا ان الحياه يستحيل
تكون ظهرت بالصدفه. برضو علم الاحياء قالك لا، زي ما رجاله الرياضيات بيقوموا بدورهم ورجاله الفلسفه بيقوموا بدورهم، انا كمان رجالتي بيقوموا بدورهم. عملوا ايه بقى الرجاله بتوع علم الاحياء؟ خلينا نشوف مع بعض. كان في نظريه مطروحه من ايام ارسطو اسمها السبونتينيوس جينيريشن او التولد التلقائي، كانت بتحاول تفسر ظاهره كلنا بنشوفها، انك لما بتسيب شويه فاكهه لمده طويله مثلا او تسيب حته لحمه بره الثلاجه ويعدي عليها فتره ممكن يظهر فيها دود. والسؤال اللي هم كانوا بيحاولوا يجاوبوا عليه هو الدود ده جه منين؟ هل اتولد بشكل تلقائي من حته اللحمه او الفاكهه ويبقى ده معناه ان الحياه ممكن تتولد من حاجات مش حيه، ولا في سبب تاني هو اللي بيخلي الدود ده يظهر؟ المهم اول واحد عمل تجربه علميه حقيقيه في الموضوع ده كان عالم ايطالي اسمه فرانسيسكو ريدي. الراجل ده جاب 6 برطمانات وحط في كل برطمان حته لحمه وساب برطمانين منهم مكشوفين تماما والبرطمانات التانيه غطاهم زي ما احنا شايفين، سابهم فتره عشان يشوف ايه اللي هيحصل. الملاحظه اللي وصلها ريدي ان البرطمانين المكشوفين ظهر فيهم دود والبرطمانات التانيه ما ظهرش فيهم حاجه، وده كان معناه ان الدود ده اللي هو عباره عن البيض بتاع الدبان والحشرات بعد ما بتفقس مش هيظهر الا لما تكون اللحمه مكشوفه ومتعرضه للحشرات انها تحط البيض بتاعها عليها، انما لما تكون اللحمه معزوله عن الحشرات مش هيبقى فيه بيض وبالتالي مش هيبقى فيه دود، وده معناه ان الحياه اللي احنا شفناها دي اتولدت من حياه موجوده قبل كده وما اتولدتش بشكل تلقائي من حاجات مش حيه. طبعا الدبيت على النظريه دي فضل فتره طويله جدا وناس معاها وناس ضدها لحد ما جاء لويس باستور في القرن ال19 وعمل تجربه. باستور جاب مجموعه من الفلاسكات وحط في كل واحده فيهم بروث او يعني حاجه زي الشوربه كده عشان تبقى بيئه خصبه جدا لنمو البكتيريا، والفلاسكات دي كان شكلها مميز جدا لان الرقبه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده كانت عامله زي حرف الاس بحيث انها تسمح بتبادل الهواء اللي جوه الفلاسك مع الهواء اللي بره، لكن في نفس الوقت ما تسمحش بمرور الميكروبات الصغيره اللي فيها حياه لانها هتتعلق في الحتت المتنيه اللي موجوده في الرقبه بتاعه الفلاسك وما توصلش في النهايه للبروث. وقال لك احنا هنعرض البروث ده لدرجه حراره عاليه بحيث نعقمه ونتاكد ان احنا ابتدينا التجربه دي من غير اي كائنات حيه موجوده، ونسيب الفلاسكات دي بعد كده فتره ونشوف ايه اللي هيحصل فيها. والله لو ظهرت ميكروبات او كائنات حيه تاني يبقى ده معناه ان الحياه ممكن تتولد بشكل تلقائي لاننا مصممين الفلاسك بحيث انها ما تدخلش اي ميكروبات من بره، ولو ما ظهرش فيها اي ميكروبات وفضلت معقمه زي ما هي يبقى ده معناه ان الحياه لا يمكن تتولد بشكل تلقائي من حاجات مش حيه. وهو ده اللي حصل فعلا، ان البروث فضل محتفظ بالعقامه بتاعته من غير ظهور اي ميكروب او كائن حي جوه البروث. وعشان باستور يتاكد كمان من النتيجه قرر انه يكسر الرقبه بتاعه الفلاسك اللي كانت بتمنع الميكروبات ان هي توصل لجوه البروث ويشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا بعد ما عمل كده ابتدى البروث يتعكر وتظهر فيه ميكروبات صغيره جدا، ودي كانت اقوى تجربه علميه بتثبت ان الحياه بتتولد من حياه شبهها بس وانها عمرها ما بتتولد من مواد غير حيه. وبعد التجربه دي نظريه السبونتينيوس جينيريشن انتهت تماما، وعلم الاحياء بقى عنده رد قوي ان الحياه لا يمكن تتولد بشكل عشوائي او تلقائي من مواد مش حيه. احنا اخرنا نجيب خلايا حيه ونلعب فيها شويه، زي مثلا التجربه بتاعت كريج فينتور لما شالوا الدي ان ايه اللي موجود في خلايا حيه وزرعوا مكانه دي ان ايه تاني هم صمموه بترتيب معين عشان يدي اوامر معينه للخليه، بالظبط زي ما بتغير السوفت وير بتاع الكمبيوتر او الهاردوير الموجود عندك. وحتى التشفير اللي في الدي ان ايه مش احنا اللي مصممينه، احنا قدرنا بس نفهم الشفره اللي موجوده في الدي ان ايه ونعرف ان لما يكون في سيكونس او تتابع بيجي بشكل معين بيديني خواص معينه، وابتدينا نقلد ده ونختار التتابعات اللي احنا عايزينها ونلزقها ببعض بناء على الخواص اللي احنا بندور عليها، وبعد كده نزرع السيكونس ده في خلية حية اوريدي موجودة فعلا. لكن انك تجيب مواد مش حية وتتوقع ان الحياة ممكن تتولد فيها بشكل تلقائي او بالصدفة فده المستحيل بعينه، وده اللي قاله علم الاحياء والرياضيات والاحتمالات. ده احنا حتى بنقول فاقد الشيء لا يعطيه، وده بيوصلنا في النهاية ان وجود الحياة والتصميم والاتقان بتاع الكائنات الحية من الادلة العلمية القوية جدا على وجود ربنا، لانها لا يمكن تكون نتيجة المادة اللي مش حية. وان كلمة الصدفة دي مش تفسير، وغالبا بتتقال لما يكون الشخص اللي بيتكلم ما عندوش إجابة على فكرة وبيملى بيها فجوة معرفية عنده مش أكتر من كده، ومصر إنه يفضل حابس نفسه جوه الكهف وما يشوفش الأدلة اللي موجودة حواليه اللي بتقوله إن موقفك غلط وإنك هتلاقي الحقيقة موجودة في مكان تاني لو أنت قررت تبقى صادق مع نفسك وتدور عليها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو إذا عجبكم المحتوى، ولحد ما نبسطها المرة الجاية إن شاء الله أستودعكم الله، سلام. لو في أسئلة شغلة دماغك ما تقولي أبسطها لك، في حاجات في الدين مش جاية معاك استنى هزبطها لك، فاكس ممنوع وسؤال مرفوض ومفيش إجابة لسؤالك، طول ما في بالك افهم دينك.